ليلى يزداد فيها التصعيد، بينما المظاهرات في ميدان التحرير والدعوة إلى الاعتصام لإعلان مرسي رئيسا، أو عفوا الدكتور مرسي رئيسا. الفريق شفيق يظهر لأول مرة في مؤتمر صحفي منذ الحوار الذي أجريناه معه قبل الصمت الانتخابي ساعات قبل الانتخابات، ليعلن أنه حسب المعلومات المتوفرة له هو هو الفائز في الانتخابات، ويتحدث على أنه هو سيقبل برأي اللجنة العليا للانتخابات، وأنه يمارس هذا الموضوع من منظور الثقة. كل واحد يتحدث على أنه هو الفائز، وتزداد الحيرة ويزداد القلق، ويسأل الناس السؤال: ماذا لو أعلنت اللجنة فوز الدكتور مرسي؟ ماذا سيفعل أنصار الفريق شفيق؟ وماذا سيكون موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وما هي المخاوف الموجودة عند إخواننا الأقباط؟ وماذا لو أعلنت اللجنة فوز الفريق شفيق؟ ماذا سيكون موقف أنصار الدكتور مرسي والقوى السلفية والقوى التي صوتت للدكتور مرسي؟ سؤال دكتور معتز. ده كده يعني في اللي بيدرسوه في المعاهد وكليات العلوم السياسية تصعيد 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 للاقتراب من نقطة صدام ثم انفجار، مش كده؟ لكن احنا خلينا برضو نكون بنائين ونجتهد في ان احنا نتصور ايه اللي على الجميع انه يعمله علشان ما يحصلش الصدام. لا شك انها طب قبل ما نشوف هو ايه اللي ما يعمله، هو كل واحد عنده ايه كروت يضغط بيها؟ لانه احيانا ممكن يكون التصعيد بهدف الضغط مش بهدف الصدام. اولا لو احنا قلنا الدكتور مرسي ومعه جماعة الاخوان ومعهم السلفيون حتى الان دخلوا في اكتر من منافسة انتخابية وتصويتية، ودائما خرجوا الفائزين ان بنسبة كبيرة زي مثلا انتخابات الشعب والشورى، نسبة كبيرة نسبيا يعني، او بفوز ضئيل لكنه فوز، او يعني او نسبه كبيره. انا اقصد في النهايه هم لهم حضور في الشارع لا يمكن انكاره، وحتى الان اينما ولينا وجدنا الاخوان ومعهم السلفيون يفوزون. اذن فاول اسد اول مصدر قوه لجماعه الاخوان المسلمين ومعهم السلفيون ان لهم حضور في الشارع لا يمكن انكاره، بل احنا النهارده وصلنا من تتابع وترقب فين أماكن تمركزهم نقدر نحدد أنه في محافظات بذاتها سواء بقى في الصعيد في وجه بحري واضح أنها تميل بشدة تجاههم وصوتت لهم في أكثر من مناسبة. يبقى ده رقم واحد أنهم حضور شعبي كبير. اتنين، اللي هيفوز في الانتخابات اللي جاية دي هيكون معاه أهم شيء ممكن يكسبه سياسي في الدنيا، ألا وهو تصويت شرعية نابعة من تصويت شعبي، لانه ده ضمنا كانك بتقول انا صاحب الولايه، طبعا في حدود الدستور او التقرير الدستوريه لمده الاربع سنين اللي جايين في اهم منصب في هذه الدوله وهو رئيس الجمهوريه. اذا فالفائز سواء كان ده او ده معاه اهم شيء ممكن يملكه سياسي، انا مش هقول صاحب ولكن اقول انا صاحب، يعني مش صاحب اطلاقا ولكن صاحب الحق في ان يشغل منصب الرئاسه لمده اربع سنين بقرار من الناخب المصري، وبان الماده الثالثه في دستور 71 وكان زيها موجود في 64 وقبل كده ان الشعب وحده هو مصدر السلطه، السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات، والشعب مارس هذه السياده من خلال اهم اداه يعرفها العالم وهي اداه التصويت في الانتخابات. اذا انا الرئيس. ثالث حاجه ودي برضو مهمه، معه زخم ثوري حدث في آخر، وده بد من توضيحه، حدث بوضوح في آخر خمس ست أيام بعد الإعلان الدستوري المكمل اللي وضع الثوريين من طوائف مختلفة جنبا إلى جنب على صف واحد، فبقينا الاشتراكين الثوريين مع 6 إبريل مع مصرنا النهاردة، ويعني برضو يعني ثائرون وكل حاجة لكن التون بتاعهم أقل دعما لل يعني المبالغة في استخدام أدوات الثورة، برضو بيدعو للاعتصام، وطبعا معهم كتير من القوى الليبرالية، بعض القوى مش أقول كتير بعض القوى الليبرالية، وطبعا كل السلفيين والأخوان. إذن فبقى معاه النهاردة الصف الثوري موحدا مرة أخرى خلفه. رابع حاجة ودي مهمة ولا يستطيع أن ننكرها، أنه بقى فيه كمان تصور عام انطباع عام دولي مرة تانية، ده بيرجع للإعلان الدستوري المكمل، أنه الانتخابات قد تأتي بشخص لا يريد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالعيون اتفتحت
بدل ما الامور كانت ماشيه بشكل تلقائي وده الشخص اللي فاز فادوله السلطات، لا ده النهارده الناس بقت مركزه معانا. اللي يتابع النهارده كان عندي فرصه اقرا تقريبا كل الصحف الاجنبيه اللي كانت بتتكلم عن مصر في اخر 3 4 ايام، لا في كلام واضح مباشر، مصر بقت كيس ستدي، حاله لدراسه التخارج العسكري المدني، اللي هو كده هل ده هيتم ببنج واحنا بنشيل الدرس ولا هيتشال بصعوبه والجسد يتالم ونلاقي فيه خناقات. ومصر زي ما قلت لحضرتك امبارح اتفقت انا وعمرو وحضرتك انه بالنسبه للعالم الغربي مش مساله مصلحه، استقرار مصر مش مصلحه وطنيه، دي قضيه امن قومي غربي بحكم حاجات كتيره فيها الموقع والمكانه والى اخره. اذا لا شك ان الدكتور مرسي تحديدا في هذه اللحظه عنده اوراق كتيره بيمتلكها. اقول بسرعه بقى الدكتور اسف الفريق شفيق، الفريق شفيق هو رقم واحد، هو الشخص الذي جاء بصعود شديد جدا وكان غير متوقع من تقريبا يعني مش عايز اقلل من شأن الرجل، بس اقصد هو ما عملش مجهود كبير قوي علشان يكون في هذه المرتبه. هو بيشكل بقوه وجهه نظر قطاع من المصريين يرون ان الثوره خلاص استنفذت اغراضها بالتعديلات الدستوريه اللي كانت حصلت في مارس وكتاب الدستور جديد، وانه لابد ان ياتي شخص من داخل النظام من داخل الدوله بلاش النظام القديم يكون عنده فهم واستيعاب للتحديات اللي بتواجه مصر يطمئن الداخل والخارج. اذا هو من وجهه نظر هذا القطاع اللي ربما تضرر من الثوره، خايف انه تضرر من الثوره، خايف من اثار او وصول الدكتور مرسي للسلطه على اللحمه الوطنيه التجانس المصري، على المشاكل اللي ممكن تواجهها مصر في الخارج. اذا هو مدعوم من هؤلاء. عنده كارت ثالث مهم، وهو ان قطاع واسع من المنتمين لفئات بلوكات كده، الناس بيشتغل في السياحه، الناس بيشتغل في الصرافه في البنوك، يعني ناس كتير من رجال الاعمال، كتير من طبعا اخواننا المسيحيين ويقفون وراءه باعتباره اللي بيدافع عن الدوله غير المنجرفه الى الحسابات الدينيه، سموها دوله مدنيه نسميها دوله ليبراليه ايا ما كان. اذا هو برضو عنده مجموعه من الاسيتس. طبعا نقطه كمان مهمه لا يمكن اغفالها ونتكلم فيها بصراحه، انه رجل جاي من الخلفيه العسكريه اللي كتير من الناس بينظروا إليها باعتبار أن البلد في الفترة دي محتاجة حد يعني يكون قوي الشكيمة يقدر أن هو يرجع الانضباط ليها والآخر. وكتير من العاملين بالذات قيادات العاملين في مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية طبعا هيرحبوا بشفيق أكثر من ترحيبهم بمرسي. بعد الاستراحة الإعلانية نستمع إلى ما هي الأوراق اللي في يد الدكتور مرسي أو الفريق شفيق من وجهة نظر الدكتور عمرو حمزاوي. تابعونا بعد الاستراحة الإعلانية.